مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بنت الريح، لكن اليوم بأجواء مختلفة. احنا اليوم في عرض رسن وبالتحديد في مربط العاديات حاليا، من بعد ما المسابقة هذه أو هذا العرض، ما نبي نقول مسابقة، مرت على أكثر من مربط على خلال 3 أيام. اليوم راح تكون النتائج الأخيرة، وهو عرض يقام لأول مرة بالكويت والحضور كثيف سواء من داخل الكويت أو خارج الكويت. راح نتعرف أكثر على رسن اليوم مع ضيوفنا وأصحاب المرابط، خلكم معنا. عبارة عن تجمع ل 11 مربط من أهم مرابط الكويت لإنتاج الخيل العربي، واستمر لمدة 3 أيام متتالية بين هذه المرابط. اليوم الأول ضم مرابط الشرق والراية ومربط العذبة ومربط الجزيرة، واليوم الثاني كان في مربط السلام ومربط عربنا ومربط المعالي ومربط المباركي. رحلتنا مع ثالث يوم من رسن مع مربط الرحاب. هذا المربط هو ملك للسيد سليمان القناعي، وراح يتم عرض 10 رؤوس من الخيل، وهي من اختيار صاحب المربط، والحكام يختارون أجمل خيل بينهم. مشاهدينا راح نبدأ حوار ومعرفة آراء بعض الضيوف اللي موجودين اليوم وبطولة رسن. معاي صاحب مربط الفياض السيد مصلح الفياض، حياك الله معنا في برنامج بنت الريح، وأنا سعيدة اليوم أني التقيت فيك في هذا المكان وهذه البطولة، وحابة أعرف رأيك عن رسن، شلون شفتها كتجربة أولى؟ حياك الله أختي، أنا سعيد جدا أن يكون معاكم في هذا اللقاء. هو تصحيح للمسمى، هو مش بطولة، هو برزنتيشن بين عرض المجموعة مزارع أو مجموعة شباب بين بعض اتفقوا وننشون هذا الشيء، وهي فكرة جدا ممتازة وإن شاء الله أنها تتطور للأفضل. بصراحة أنا مو مشارك، ولكن حريص أصدقائي واتصلوا علي ورحت حضرت المهرجان اللي صاير عندهم او البرزنتيشن، لقيت صراحه انطباع جيد من مرابط من الخليج، طبعا من البحرين حصلت اصدقاء، من قطر، السعوديه، ابو ظبي، السعوديه طبعا جميع مناطقها من جده للدمام، والكل ومصر طبعا، المانيا، مجموعه مربين جايين لحضور هذا البرزنتيشن اللي هو خفيف، من كل مزرعة 10 رؤوس، هم تقريبا 12 أو 13 مربط. صراحة أسعدونا، نتمنى منهم أن كل سنة يقام هذا الشيء، لسبب أن حتى التحكيم اللي حطوه مش تحكيم، يعني هم نقول الأفضل عندك، أفضل من 10 نقول رأس رأسين، وكلهم يجتمعون يوم السبت في مزرعة معينة متفقين عليها حسب الدور، ويقولون هذه افضل وهذه افضل افضل من هذه، بس كلهم مميزين. العشره اللي شفناهم في كل مزرعه جدا مميزين، برزنتيشن عادي، خيل يعني حتى مو جاهزه للمسابقه، اذا كانت نقول هنا مسابقه، خيل بسيطه، خيل مرابط، مربين مجتهدين. سعدنا جدا في مستوى الانتاج، الروح الجميله اللي في المكان، ان جميع المربين قاعدين ينبعض، وكل واحد سعيد في هذا العرض.
والسبب انه ما في تحكيم انت ذهب وانا فضه وبرونز والباقي برا، لا الجميع، الجميع سواسيه. نعم. الجميع كان يعد هذا المهرجان كأن الموجودين احنا الضيوف اللي حاضرين كانهم ضيوف في بيته بين المزارع كلهم، حتى تلقاهم يتساعدون بين بعض في المجموعة، في العمالة بين بعض، في تحضير الخيل، الكل يعني نفس واحد. وصراحة احنا في الكويت يعني يغبطوننا أكثر الدول ان احنا دائما مجتمعين، والحمد لله رب العالمين. هذه الهواية تجمع ما تفرق. انتقلنا إلى مربط العاديات وهو ملك السيد محمود الزبيد لعرض الخيل الخاصة فيه. مشاهدينا، احنا الحين انتقلنا من مربط العاديات الى مربط اجمل، واللي راح يقام فيه العرض النهائي لنخبة الخيل المختارة من كل مربط. خلونا نشوفه مع بعض. انضم لنا حاليا الأستاذ محمد جمال من جمهورية مصر العربية، واللي موجود اليوم خصوصا لحضور رسن، وهو صاحب مربط إيجا مصر. حياك الله معنا أستاذ محمد. تسلم. نورت الكويت. الله يخليك. بوجودك اليوم، وحابة أعرف سبب وجودك اليوم. أنت جاي مخصوص لرسن. مظبوط. وحابة أعرف رأيك عن هذا العرض اللي أنت شفته. والله حاجة، فكرة حلوة جدا، جديدة من نوعها، يمكن أول مرة تحصل في الوطن العربي كله، يعني بالكويت، بالإمارات، بمصر، يمكن ما فيش حاجة حصلت زي رسن قبل كده. نعم. فكرة جميلة جدا، جمعت الناس كلها ببعض. موضوع ما فيهوش تقييم للخيل على قد ما هو فيه أن كل واحد يورينا أحسن خيله موجودة عنده. مكان زرنا مزارع كتير، كلها مزارع ما شاء الله جميلة، وخيلهم حلوة، وضيافة جميلة من كل الناس الصراحة. أنا سمعت أنك حبيب الشباب وحبيب مربين الخيل والمرابط بالكويت. كلمني على كم سنة مدت هذه العلاقة معك مع مربين الخيل بالكويت؟ والله العلاقة دي مش بقالها كتير، بس يمكن من سنة فاتت بس. والله يعني مش بقالها كتير، قصيرة بقى. بس هي أي علاقة يعني بتتبني على الحب والصداقة والقلوب الحلوة، بتلاقي الأمور بتمشي كويس الحمد لله. الحمد لله. وهنا يعني دول أكتر من إخواتي وأصحابي، كلهم بصراحة محترمين جدا، وهم اللي دعوني بالمناسبة.
تستاهل والله، ونورت الكويت. الخيل دائما تجمع اصحابها على الحب وعلى الاصاله والعلاقات الجميله. طبعا هل ممكن تطبق رسن ونشوفها في مصر؟ بنفكر، شجعونا جدا على الفكره دي، وزي ما بنقول كده حاولنا يعني نخطفها من الكويت ونحط عليها شويه اضافات عندنا في مصر، وان شاء الله يمكن الايام الجايه نطلع حاجه حلوه زي رسم. يعني الاضافات راح تكون اجمل باذن الله ان شاء الله. ودائما شاء الله. يمكن التجربه الاولى تعتبر انطلاقه للشيء، لكن مع الوقت طبيعي ان مزبوط. تكون خلينا نقول الافضل والافضل والافضل. مزبوط. وان شاء الله نشوفك. شكرا. باوقات اخرى. شكرا. جميله بالكويت، وإن شاء الله نزوركم في مصر لحضور رسل بالنسخة المصرية بإذن الله. إن شاء الله. شكرا على حضورك معنا اليوم ونورت الكويت. شكرا. شكرا لزوج. شكرا. شكرا. وأنا سعيدة حالياً بانضمام الأستاذ خالد عايد العنزي، وهو صاحب مربط المعالي ومشارك في مهرجان رسن. حياك الله أبو نواف معنا. الله يحييك يا هلا. نورت برنامج بنت الريح للمرة الثانية. صحيح. خلينا نتكلم عن رسن. حابة أعرف بداية الفكرة وشون جت. هي رسن يعني هي ديوانية في النهاية، يعني جمعتنا إحنا المعتادة الأسبوعية. نعم. أي يعني هذه فكرتها يعني، فكان نعم. فكرة مجموعتنا احنا كديوانية نتجمع كل نهاية اسبوع مع بعض وكذا، ويمكن اللي الفكرة جت من باب ان احنا عندنا معاناة حقيقة كمربين، يعني بان لا زال الحظر مستمر لاكثر من 10 سنوات على الكويت. الكويت. فبالتالي الناس تكلمنا دائما يعني متى نجي نزور، متى كذا، بالاضافة الى ان في فتور في مثل هالمناسبات هذه. نعم. يعني اليوم الكويت فيها خيل مستوى يعني مهم جدا عالميا حتى، وأؤكد بأن يمكن هالمجموعة اللي موجودة في رسن هم مو أكبر المزارع ولا أهم المزارع ولا أحلى الخيل. يمكن في عند إخوان موجودين من ضمن مجموعتنا احلى من خيلنا واكبر منا كمزارع، بس الفكره بدت بينكم. انه كان الهدف. نعم. ان احنا نجمع الناس بما فيهم ربعنا يعني. نعم. فجت هالفكره من باب ان احنا نبي الناس تيجي تزورنا، يعني ليه متى احنا مقلق علينا. فبالتالي احنا في نهايه الامر مربين في مرابطنا في اماكننا. نعم. حاولنا ان نعمل مثل هالمهرجان هذا، نجمع فيه الناس المربين من برا، من الخليج، من مصر، من اوروبا، لتسليط الأضواء على هالهواية بس لا أكثر ولا أقل. هو ليس بمنافسة فيما بيننا، وليس لاستعراض مزارعنا، وليس لاستعراض خيلنا، بقدر ما أنه محاولة أنه يعني فلاش بأن يعني كفاية إحنا 10 سنين أو أكثر. جميل. يعني هناك رسالة جميلة. صحيح. خلف رسن. صحيح. توصل الكويت. صحيح. أو مستوى الخيل. صحيح. بالكويت إلى العالم. إن شاء الله أنها أيضا تستمر يعني. بإذن الله. إحنا ما نتمنى أنها توقف، أيضا نتمنى أن يعني يكون هناك جهود حقيقية وفعلية لشوية يعني يلتفتون للمربي الكويتي بأن استمرار هذا الحظر، هذا الإقلاق لمصلحة من وليش؟ ما في سبب مهم يعني وراء هالحظر هذا. دول الخليج كلها مسكرة على الكويت، يعني ما نقدر ولا شيء يطلع من الكويت نهائيا، وهم حابين خيلنا وحابين برامج الانتاج اللي موجودة. واليوم يمكن بعد سبق اني تكلمت معك في هالموضوع، ميزة
المربي الكويتي ولا يعني انتقص من قدر الآخرين، ولكن عندهم فكر متطور حقيقة ويشوفون، وإحنا دائما نتساعد مع بعض ونتزاور فيما بيننا، فبالتالي ممكن أستخدم هالفحل اللي هني أو أستخدم الفحل اللي من هناك، نتيجة أني أنا أطور الإنتاج، فبالتالي هذا موجود ويعيشه كل المربي الكويتي. ولكن في المقابل يعني نتمنى يعني الآخرين أيضا يعملون، يعني في اليوم مرابط ثانية ممكن تسوي يعني أكيد. فكرة رسن يعني اليوم رسختوا نواة الفكرة صحيح. وطبقتوها، اليوم كان اليوم النهائي. خلينا نتكلم عن عدد المرابط المشاركة وشنو هي فكرة رسن ما بينكم. 11 مربط تقريبا اللي شاركوا، كلهم إخوان وحب، احنا قلت لك احنا جمعة واحدة يعني هي ديوانية، فبالتالي يعني صار الحوار بان احنا يعني احنا شلون نجمع الناس، يعني الاختيار لم يتم على الافضليه. لا 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 ابدا ابدا الافضليه. قلت لك انا في 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 مزارع مشاركه في رسن، يعني اقدم واقدر وتملك خيول افضل من خيولنا يعني، ولكن هي فكره ديوانيه وجمعه، فقلت لها نسويها نحاول. يعني احنا قلت لك الهدف هو فلاش حلو لهالموضوع، نحاول نجمع الناس وتزاورون، والحمد لله رب العالمين واجد يعني صداها كان يعني يعني جميل، الناس مستانسة يعني اللي جونا من قطر ومن السعودية ومن مصر، الكل مستانس إن شاء الله بهالفكرة، ونتمنى أنها تستمر. وأنا أقول إن شاء الله السنة الجاية بيكون هناك مرابط يعني ثانية، ما عندنا مشكلة، اللي حاب يشارك يشارك. جميل. إحنا طرحنا الفكرة، اشتغلنا اجتهدنا فيها، قد نكون يعني قصرنا، نكون يعني اجتهدنا، هو اجتهاد في حدود إمكانياتنا إحنا كمربين. لا أكثر كان اجتهاد جميل، ويمكن سمعنا آراء العديد من المربين والحكام اليوم من خارج الكويت. شهادة مدحوا رسن. هي كانت على مدى 3 أيام. صحيح. نعم، والفكرة كانت أن كل مربط، لو تكلمني أكثر صحيح. عن كل الموضوع. مربط إحنا يعني قلنا اللي يصير في السنوات الماضية بأن أحيانا الناس تمل يشوفون 40-50 راس من الخيلها، احنا قلنا لا، انت طلع العشرة اللي تعتقد بان هذول اجمل ما انتجت، يختارهم صاحب المربط. صاحب المربط حدد عشرة، وفي لجنة تحكيم هي حتختار راس من العشرة هذيلة، انت انتجت غيرك، انت جلمهم من ضمن العشرة اللي موجودين. حلو. يعني احنا التوب 10 اللي عندك خلي الناس تشوفهم، وراح يتجمعون في مربط اجمل عند أخوي وصديقي محمد البرزوق. يعني مبارح بالليل هم قالوا إحنا ما كنا ندري أصلاً، يعني يعني مبارح بالليل متأخر يب فلانة هي اللي اختاروها أو اتفقوا عليها الحكام. ختام رسن كان في مربط أجمل لصاحب السيد محمد المرزوق، تم عرض وتكريم كل الخيول المختارة من قبل لجنة الحكام من جميع المرابط المشاركة. أتشرف حالياً بانضمام السيد رؤوف عباس وهو مربي خيل وحكم دولي في نفس الوقت. حياك الله أستاذ معانا، نورت الكويت ونورت برنامج بنت الريح. أنا يمكن بالبداية قدمتك كمربي خيل، خلنا نتكلم شوي عن أستاذ رؤوف مربي الخيل، من متى بدأ عشقك لهذا المخلوق الجميل وين وصلت معه؟ متى بدأ عشقي؟ أعتقد في دمي من يوم ما تولدت. أنا تربيت في مزرعة خيل، يعني جدودي من الناحيتين كان عندهم خيل، وبعد كده انتقلنا من قريتنا إلى القاهرة
فانقطعت علاقتنا بالخيل فترة، لكن عشق الخيل فضل في دمي طول عمره لحين ما قدرت أني بدأت كبرت شوية وبدأت أشتري خيل تاني، ولغاية ما كونت مزرعة أسست مزرعتي بشكل رسمي سنة 92، ومنها لدلوقتي بحاول دايما أثقف نفسي، أزود معلوماتي، أشارك في أيضاً كمتسابق أو كحكم في كل الإيفنتس أو في معظم الإيفنتس اللي ممكن أشارك فيها، وبنتج خيل بالشكل اللي أنا بحبه. أو هبي أوقف عند هذه النقطة. تفضل. الشكل اللي أنا أحبه شلون؟ الشكل اللي بحبه الحصان اللي سليم. وكلمة سليم دي أنا بالنسبة لي ده فرق كبير بين حصان الجيد والغير جيد. حصان يكون سليم ويكون لما بشوفه بحس ببهجة. يعني نظرتك الخاصة. أنا بس في حاجة ما ينفعش نتنازل عنها أبدا، وهي مقياس السلامة. الحصان السليم حصان جيد، وبعدين الخيل لها استخدامات كتير حسب وجهة نظر المربي أو المستخدم. في حد بيحب السباق، في حد بيحب مسابقات الجمال، حد بيحب الاندورنس. فهنا جمال الحصان نسبة إلى الوظيفة اللي بيستخدم فيها. جميل. لكن المقياس الذي لا يمكن الخلاف عليه حصان سليم أو غير سليم. حصان سليم جيد ليه استخداماته، حصان غير سليم غير جيد. غير جيد تصنيفين يعني حاد جدا حدين تمام بالضبط جدا حد فاصل. سليم أو غير سليم. تمتلك مربط استاذ؟ الحمد لله. شنو اسم مربطك؟ شيوخ العرب. ما شاء الله ربنا. الله يبارك لك ان شاء الله. ربنا يخليك ويبارك. طبعا انت اليوم موجود معنا بالكويت ومنورنا عشان تحضر مهرجان رسن، صحيح الكلام؟ صحيح. هذا صحيح. جميل. شلون شفت المهرجان؟ شفت فكره جديده جيده جدا، منافسه شريفه تماما، وجواها صداقه بين مجموعة من المربيين كلهم. سعيد ان انا اعرفهم من فترة طويلة كلهم، وشايف وبشوف خيرهم كل فترة. متابع للانتاج. انتاج الكويت الحقيقة ما حدش يقدر ينكر، بالذات في الدماء المصرية انتاج الكويت لا يمكن اغفاله في الخيول العربية ذات الدماء المصرية. الكويت من البلاد اللي بدأت من فترة طويلة تربي خيل جيدة، فيها مربيين فاهمين وحابين قوي الخيل، وما لا يدخلوا جهد او وقت او مال علشان يحسنوا من انتاجهم. وفعلا التطور في الحصان العربي المصري المنتج في الكويت متفوق ومميز جدا، وانا اتشرفت ان انا موجود هنا، واتشرفت بان انا اتابع الانتاج ده واقدر أدي رأي حتى لو رأي صغير قوي في الخيل اللي أنا شفتها. جميل. إحنا نعتز برأيك كمربي خيل، بس أنا اليوم أبي نظرة المحكم اللي دار وشاف وحضر شوهات كثيرة وعروض للخيل ومسابقات. اليوم إحنا في خط مختلف، رسن اليوم رسمت خط جديد للتنافس الجميل بين أصحاب الخيل. أنت كمحكم شلون شفت التجربة؟ شفتها تجربة جديدة جميلة ناجحة جدا، بتثري التربية أكثر من أنها بتثري الحصول على اللقب. من وجهة نظري المتواضعة جدا، حصان العربي الكلاسيكي واحد من أشكاله هو الحصان الإكزوتيك بتاع الشو. ده شكل مختلف خالص، زي حتى الباليرينا، زي بتاع كمال اللي بيلعب كمال أجسام، دي ناس بيبقى لهم شكل مختلف. نفس الحكاية في خيول الشو، حصان عربي أصيل وجميل وكل حاجة، لكن نوع جماله مخصص لهذا النوع من المسابقات. اللي شفناه هنا هي الخيول العربية الكلاسيكية الحلوة اللي بنفتقد ان احنا نشوفها في المسابقات. ومنهم فعلا حاجات لو دخلت اي شو حتى من شوهات العاديه هتعمل علامه فارقه. فهي خيول فعلا، مش انا بس، انا وكل من حضر، والحمد لله عبد الحضور كان جيد جدا يعني.
كلنا سعدنا تماما بان احنا شفنا فعلا خيل حلوه اصيله جدا منتقاه بعنايه شديده ومنافسه شريفه، وفي نفس الوقت بين مجموعه اصحاب كلهم بيحبوا بعض، كل واحد فيهم بيساعد التاني. جميل. فعلا كانت حاجه مشرفه وانا سعدت تماما ان انا دعيت لها. جميل. استاذ رؤوف، بالمقابل خلينا نعرف المشاهدين الفرق بين التحكيم العادي كونك محكم دولي وبين تجربه رسن اليوم، شلون الفرق راح يكون بينهم؟ اساليب التحكيم عموما فيها اسلوبين اساسيين. نعم. اللي هو الكومبيتيتيف سيستم والبوينت سيستم. في المسابقات العاديه مينلي بنحكم بالبوينت سيستم، يعني بنقسم الحصان لاجزاء، جزء بتاع التايب، جزء الهيد اند نيك، جزء بتاع التوب لاين، جزء الرجلين، جزء الموفمنت كده. هنا بيبقى مينلي كايند اوف كومبيتيتيف سيستم، كمال الحصان على بعضه طبقا لسنه، طبقا لشكله، طبقا لطريقه حركته. بقول لك بالمسابقات العاديه الحصان الجائل، الحصان الصالح لهذا النوع من المسابقات اتس ان اكزوتيك بيوتي، جمال مبالغ فيه شويه. هنا الجمال الطبيعي التقليدي بتاع الحصان العربي اللي جدودنا ربوه واللي احنا بنكمل التراث بتاعهم عليه. في نوع من في تلاقي بشكل ما، لكن في اختلاف بين دي ده يقول لك ايه بالمصري، دول الهوانم. الله. حلو. لكن بشكل عام لما انت تتحكم دوليا في 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 المسابقات العاديه للخيل او المسابقات الدوليه، اللي عارفه ان انت ما يهمك سلاله الخيل، من هو الاب، من هي الفرس الام، انما هي مثل ما انت قلت بيوتي، جمال خالص. اليوم بالضبط، اليوم انت لا تعرف تاريخ كل حصان شارك في المهرجان اليوم، هل شعرت بالفرق من ناحيه المشاعر في التحكيم ولا ما اثر هذا الموضوع؟ عشان ابقى حقاني جدا، يعني انا دايما بحاول افصل نفسي كحكم، نعم، عن ذوقي كمربي وعن علاقتي بالمربي. انا ذي ذوق كمربي ده بتاعي انا، نعم، انما كحكم انا بحكم على مواصفه قياسيه لحصان الشو ده في العموم يعني. نعم. فمش مفروض ابدا ان انا اتاثر بالحصان ده ابن مين او بتاع مين. ممكن اتاثر بالكلام ده في حياتي الخاصه، يعني في البريد وانا بعمل رايي الخاص وانا بعمل مثلا، وانا بنتج خيل او يعني بختار خيول عشان انتج منها، طبعا مهم جدا اعرف ده ابن مين ودي بنت مين علشان اعرف امكانياته في التوريث هيبقى شكلها ايه. انما هنا بحكم على اللحظه. ممكن جدا ابقى كمربي شايف مثلا مهر صغير او مهره صغيره وعارف انها بعد كام سنه هتبقى واو، هتبقى قنبله في الجمال، لكنها النهارده في مرحله نمو معينه مش هتبقى، ما هياش في احلى احوالها دلوقتي. وبكمبير هير بواحده ثانيه في البرايم ايج بتاعها، في البرايم لوك بتاعها، فاختار الثانيه اولدون، انا عارف ان الصغيره بكره هتبقى حاجه اقوى، لكن انا بحكم على الحصان في اللحظه دي. فلازم افصل تماما بين مشاعري وبين علمي وعقلي وبين حبي لصاحب الحصان، لو كنت يعني كان صاحب بحبه يعني. دي بقى تفرق كتير. لازم افصل تماما، لازم احيي الناس تماما. صحيح، وهذه اكيد من صفات الحكم الحمد العادل. وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق استاذ رؤوف، وبتمنى لكم الله يحفظك، بتمنى لكم يعني نجاح من نجاح لنجاح. شكرا. وبشجع جدا التجربه دي انها تتكرر. بشكر كل القائمين عليها، وبشكر حضرتك، وبشكر تلفزيون الكويت، وإن شاء الله يعني يكون لنا نصيب في لقاءات تانية بإذن الله في مصر. إن شاء الله إن شاء الله، تنورونا دايما بإذن الله. شكرا لك. شكرا لحضرتك.